مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا السيد ضياء الشمري. اهلا بكم سيد ضياء. بدايه، انباء عن حمله اعتقالات جديده للقوات الحكوميه بالساحل الايمن من مدينه الموصل، بما تفسر استمرار القوات الحكوميه باعتقال الاهالي في الجانب الايمن بالموصل رغم اعلان الحكومه الانتصار على الارهاب كما قالت؟ السلام عليكم في البدايه وتحياتي للجميع. حقيقة هذه الانتهاكات اللي هي قاعد تحدث في الوقت الحاضر في الموصل واعتقال العشوائي اللي قاعد يحدث أيضا في المناطق الشمالية من العراق هو حق لإهانة الشعب العراقي، وهذه الاعتداءات هو ابتزاز الشعب العراقي وأهالي المعتقلين. إنه هذه الاعتقالات هم يدعون وقالوا وفرحين، وإحنا الحمد لله نقول خلصنا من داعش، ولكن لحد الآن المشكلة أكبر، لأنه لحد الآن الاعتقالات والسجون مكتظة بالمعتقلين. أخي، عندنا 19,000 معتقل هذه مسجل رسميا بتهمة الإرهاب، فأكثر من 3,000 شخص محكومين بالإعدام. هذه الحكومة العراقية لحد الآن احنا عندنا 29,000 معتقل، وهذه الاعتقالات هي أكثرها اعتقالات عشوائية واعتقالات كيدية. هذه الاعتقالات والإهانات الذي يحدث في الشعب العراقي من قبل السجناء ومن قبل وزارة العدل بالذات، أنه الانتهاكات والتعذيب ليس على المعتقلين فقط، وإنما الانتهاكات تطول حتى الزائرين الدورية، زيارة الدورية للسجون تحدث هذه في عوائلهم، الاستفزاز عوائلهم وشتمهم وتعدي عليهم بأسلوب طائفي واضح. هذه الاعتداءات التي تحدث في العراق، هذه تحدث في الموصل وتحدث في كل مناطق العراق. سيد ضياء، في دولة يغيب عنها القانون وتلفق التهم، طبعا قانون غائب، القوات الحكومية إن كانت بأوامر مباشرة أو غير مباشرة تعتقل وفق تلفيق تهم وتهم كيدية وغيرها، كيف يمكن السيطرة على هذه الانتهاكات التي تحدث من قبل الجانب الحكومي بقواته، طبعا خاصة في ظل الانتهاكات الكثيرة التي تفضلت بها بما يتعرض به أو له المدني في المعتقلات أو السجون؟ نعم، هذه الانتهاكات لو كانت هناك قضاء عادل ووزارة عدل موجودة حقا بوزارة عدل لما تحدث هذه الانتهاكات، لأنه أي سجن موجود هو تابع إلى وزارة في كل العالم، هو تابع إلى وزارة وهي وزارة العدل في العراق، وبقية الدول العالم أيضا تابعة إلى وزارة العدل في العراق، بس هي أيضا وزارة العدل هي متهمة، لأن موظفين وزارة العدل، موظفين وزارة العدل يقومون بإهانة المعتقلين حتى الزوار، حتى عوائلهم واستفزازهم، لأنه حتى الحاجيات الذي يشتروها من السجون غالية ومكلفة، يستفزوهم أيضا بالأدوية، لأنه كثير من المعتقلين يحتاجون دواء ويحتاجون علاج، وهذا العلاج والدواء غير كامل وبكلفة باهظة، وهذه الكلفة الباهظة تتحملها العوائل. هذا ليست الكلام من منظمة، هذا الكلام من الصليب الأحمر، هذا تقرير الصليب الأحمر للمؤتمر اللي حصل واتكلم فيه رئيس منظمة الصليب الأحمر الموجود في العراق عن الانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون، وحذر أنه ذول الموجودين الانتهاكات والانتهاكات تزداد سنة عن سنة، وهذه الانتهاكات سيخرج من هؤلاء المعتقلين حتى ولو كان بريئا ولم ينتمي إلى المنظمات الإرهابية، بعد خروجه من سبب التعذيب سينتمي إلى هذه المنظمات الإرهابية بدافع الانتقام. نعم أخي، لأن هذول اللي قاعد يلاحظون لا دولة ولا منظمات حقوقية ولا يعني بهذه النقطة سيد ضياء، الأمم المتحدة صنفت القضاء العراقي أنه قضاء فاسد غير نزيه. منظمات أممية حقوقية معروفة ولها صيت واسع في العالم كهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وغيرها تحدثت عن مدى فساد وهشاشة النظام القضائي في العراق، وحضرتك ذكرت الآن الصليب الأحمر ويتحدث عن التعذيب في السجون، ألا ينظر العالم إلى ما يحدث في العراق؟ كيف يتعاملون مع هذه السلطة، مع هذا القضاء على أنه شيء رسمي، على أنها سلطة رسمية وقضاء رسمي يوجد في هذه الدولة؟
هذا القضاء. أنا قبل يومين كنت في القاهرة وكان مؤتمر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحدثنا به كثير من الانتهاكات حقوق الإنسان في الوطن العربي، وأنا تحدثت عن الانتهاكات حقوق الإنسان بالآونة الأخيرة عن العراق. فهذه الانتهاكات التي تحدث في العراق أخي، هذه الانتهاكات مبرمجة. إحنا هذه الانتهاكات التي تحدث في العراق هي انتهاكات حقوقية واضحة. الحكومة العراقية والمحاكم العراقية غير معترف بها في العالم، أي قضاء بالعالم لحد هذه اللحظة، أنا أحكي القضاء الموجود المعترف بها مثل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أنه هذه القضاء قضاء غير عادل، ونحن نعلم هذا الشيء. حتى إذا كانوا طلبوا شخص مجرم هو فعلا مجرم، ليه يسلموه إلى الحكومة العراقية؟ لأن الحكومة العراقية والقضاء العراقي قضاء غير عادل. لهذه الحكومة العراقية لا تخشى شيء، هذه الحكومة العراقية حقيقة مجموعة لصوص وسراق ومجموعة جاءوا لنهب العراق. ما حدث من 2003 ولحد هذه اللحظة، ولكن أستغرب من نقطة، أن دول أوروبية كثيرة تصنف العراق على أنه بلد آمن، بلد ديمقراطي. دول أوروبية خاصة طبعا بعد عمليات الترحيل التي تحدث للاجئين الآن، يقولون لهم أن بلدكم بلدا آمنا ديمقراطي، فيه حياة، فيه انتهاء للإرهاب وما إلى ذلك. كيف يتعامل الغرب أو العالم مع العراق على هذه المبادئ وهو يرى أن فيه نظام قضائي فاسد؟ هذا الازدواج المعايير، وإحنا عندنا قاعد نعاني حتى في النمسا نعاني من ازدواج المعايير في الوقت الحاضر. نحن نلتقي بمسؤولين في وزارة العدل وفي القضاء ويتحدثون عن هذا الموضوع القضائي الحقوقي يخص حقوق الإنسان، ونتحدث مع الاتحاد الأوروبي بهذا الموضوع، ولكن الأجهزة الأمنية، الأجهزة الدولة اللي تابعة لوزارة الداخلية عندهم برنامج سياسي، وإحنا نعرف تقدم الأحزاب اليمينية في هذا البلد وكثير من البلدان، أقصد بلد النمسا. وبلد النمسا من جاء الحزب اليميني وحكم بالوقت الحاضر يحكم، يريد أن ينفذ البرنامج مالته السياسي، ولكن هذا البرنامج السياسي، وأنا أقول للاجئين حتى لو كان عليه الترحيل، لأنه الترحيل القسري للعراق غير موجود، وأعلنها الترحيل القسري غير موجود، فقط يعني الترحيل الطوعي. هو النقطة فقط تحدثنا عن النظرة أو الازدواجية بالتعامل مع العراق كدولة، دولة يغيب فيها القانون، تحدث فيها انتهاكات في السجون والمعتقلات، وحتى خارج السجون والمعتقلات هناك انتهاكات وتعذيب وانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان، مع ذلك لا يوجد من يتدخل لإيقاف هذه المهزلة التي تحدث في العراق. يعني هذا الصمت، ما الغرض من ورائه؟ أنا والله أتوقع هاي الدول العظمى من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف الولايات المتحدة الأمريكية لها نفوذ قوية في الدول الأوروبية وفي العالم، وهي الذي تسند الحكومة العراقية، بغض النظر أنه بعض الأحيان يتحدثون على الحكومة العراقية ويتحدثون على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولكن هذا فاستحدث. أما إجراءات حقيقية واضحة لحقوق الإنسان بالوقت الحاضر يا أخي غير موجود. نتكلم بصراحة، إحنا ننطق ونتكلم في الصحافة والإعلام، ولكن الجهات المعنية الذي يمكن أن تنفذ هذه القرارات وتنهي انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وبقية البلدان لا تحرك ساكنا بالوقت الحاضر، وإنما هي مستفادة بالدرجة الأولى وملتهية بأشياء برنامجها السياسي وبرنامجها الأحزاب اليمينية المتطرفة وتصاعد اليمين المتطرف في كل العالم. احنا نلاحظ هذا الشيء، انه تصاعد اليمين المتطرف في كل العالم. السيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من النمسا.